لتنزيل الأغاني والموسيقى والفيديوهات من تطبيق اليوتيوب مجاناً وحفظها في ألبوم الكاميرا أو في تطبيق الموسيقى أو أبل ميوزك تحتاج إلى شيئين. الشيء الأول هو جيلبريك لـ iOS 9.0.2. إذا لم يكن لديك جيلبريك ولا زلت تشتغل على هذا التحديث فيمكنك متابعة الحلقة التي تطرقت فيها إلى طريقة عمل جيلبريك فقط بالنقر على الشريط الذي يمتلك الآن على الفيديو. قم بالنقر عليه لمتابعة طريقة عمل جيلبريك. بعد ذلك يمكنك العودة إلى هذا الفيديو. وإذا كان لديك جيلبريك فسوف تمر معي إلى الشرح مباشرة. ثاني شيء يجب عليك فعله هو الانتقال إلى السي دي بعد ذلك تنزيل هذه الأداة المكتوب أمامها iOS 8 and 9 أي متوافقة مع iOS 9. بعد تنزيل هذه الأداة ستنتقل إلى تطبيق اليوتيوب وتقوم بالدخول إلى شاشة رئيسية والبحث عن أي أغنية أو أي فيديو تريده. على سبيل المثال سأقوم بتنزيل هذا الفيديو، إذا أضغط عليه بعد ذلك سيظهر لك خيار الداونلود في الفيديو، ستقوم بالضغط عليه واختيار الجودة لتنزيل الأغنية. لاحظ معي مشاهدي الكريم الآن وبعد اختيار أي فيديو ستلاحظ ظهور زر الداونلود هنا، ستقوم بالضغط عليه. أريد الإشارة أنه في أول مرة ربما يظهر لك كراش، أي يظهر كلمة كانسل بجانبها، يعني هنا لا يظهر لك اختيار الجودة، فقم بإعادة تثبيت الأداة لتشتغل معك. الآن وبعد إعادة تثبيتها ولم يظهر لك كراش ستظهر لك اختيار الجودة إذا كنت تريده على هيئة فيديو، فيمكنك اختيار الجودة التي تريده وأنصحك باختيار أفضل جودة. إذا كنت تريده صوت فقط يعني موسيقى فقط فقط ستختار أقل جودة يعني حتى التنزيل يكون سريع. الآن إذا ذهبت إلى هذا القسم هنا آخر قسم ستلاحظ التنزيل يعني سريع للغاية. لاحظ معي مشاهدي الكريم يعني ما أرى أسرع من ذلك، يعني سريع جدا التنزيل واكتمل التنزيل كما ترى أمامك. الآن هنا في قائمة التنزيلات كما ترى قمت بتنزيل آخر أغنية، هذه الأغنية سأقوم بالضغط عليها واختيار Save to Library. بعد ذلك يمكنك اختياره هنا حفظه في الفيديوهات أو في الميوزك لايبرري أي في تطبيق الموسيقى. هنا يمكنك تعديل العنوان والفنان وكذلك يعني الألبوم وغيره من ذلك، فلا تكترث لهم، فقط قم باختيار الميوزك لايبرري هنا واختيار إمبورت. الآن إذا انتقلت إلى تطبيق الموسيقى ستجد أن الأغنية قد تم حفظها بالفعل، قد لا تظهر هنا في الواجهة ولكن قد تم حفظها في ألبوم الأداة هنا كما ترى، قد تم تنزيلها بالفعل في هذا الألبوم. إذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الحلقة قد أعجبكم. رجاء أن تبخل لي بالنقر على زر لايك وكذلك السبسكرايب للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. لنبقى لي سيوان وديعكم ونطلع الحلقة من الله.